حضر داخل منطقة الجزاء، تسديدة من دي ماركو لكن في الحائط، ترجع لوحدها، يا سلام! صاروخ مبكر، صاروخ مبكر وصاروخ للورينزو بيليجريني. ها هو الرومينيستا يحضر بالهدف الأول للأتزوري، فورزا إيطاليا، هدف أول لإيطاليا عن طريق لورينزو بيليجريني بصاروخ لا يصد ولا يرد، يعلن عن أول أهداف المباراة. الطليان يتقدموا، الأولى في حائط الصد، الثانية هوب في الجول على يسار خافير بوراي، أول أهداف المباراة. مبكرا تتقدم إيطاليا على الإكوادور. لورينزو بيليجريني هو من يسجل الهدف الأول للمنتخب الإيطالي، صاحب 27 سنة، لاعب نادي روما واللي بيلعب مباراته الدولية رقم 28. كرة يا مويسيس كايسيدو، مويسيس كايسيدو لكن ضغط فراتيزي، خد الكرة فراتيزي، 3 على 3، هيلعب ازاي؟ لعب الكرة عند أورسوليني، ريكاردو أورسوليني يلعب البينية حلوة، باريلا يستحقها يستحقها يستحقها، باريلا جوهرة إيطالية ثمينة، جوهرة إيطالية ثمينة، نيكولو باريلا ينضم لقائمة من لا مثيل لهم، من لا مثيل لهم في إيطاليا، هو أنت يا باريلا، لا يقارن لا يقارن، مختلف إيطالي من الزمن الجميل، إيطالي يعيد الصفحات الجميلة، باريلا يسجل ثاني الأهداف الأنزوري، يا ولد يا أورسوليني، ويستحقها باريلا، يستحقها باريلا. 2 إيطاليا لا شيء الإكوادور، لذا استعيد إيطاليا مرة أخرى رونقها بالقائد نيكولو باريلا. 2 إيطاليا لا شيء الإكوادور. خد عندي يا ابني، خد عندك يا ابني، خد عندك يا ابني، نجم المباراة دي هو نيكولو باريلا، كان ناقصه هدف.